طب كابتن، خلينا ابتدي سكتك العالميه، ودي تهم الجمهور جدا، لان خلي بال حضرتك انت ما حققتش انجازات محليه بس، انجازاتك عالميه، ارقام فرديه، وقلنا ده في التقرير، احتراف اكبر الفرق الاوروبيه، ودي حاجه برضو تتحسب لك. بدايه العالميه بدات معاك من امتى كابتن؟ انا اول حاجه بدات طبعا يعني العالميه كان 2011، كان في روسيا، رحت لعبت في نادي دينامو ينتر الروسي. قبليها ايه يعني، ايه اللي خلاهم يجوا يكلموك؟ كان المنتخبات، هو إيه؟ كان هو مدرب كان اشول وكان طبعا لعب طول عمره في الدوري الايطالي، وكان سمع عني ان انا في لعيب كويس في منتخب مصر عايز اخده معاه. هو كان ماسك فريق اللي هو دينامو ينتر ده في روسيا. شافك في المنتخب ولا شاف فيديوهات؟ لا شافني في المنتخب. مفيش حد دلوقتي بيجيب لعيب بالفيديوهات، ان كل لعيب كل واحد بيحط احسن لقطات ليه، وده مش صح طبعا. لكن هم لا، مفيش الكلام طبعا، هم بيشوفوا اللعيب مره واثنين وثلاثه. وكان حظنا كمان ان احنا كان معانا روسيا في الدوري العالمي، كان في المجموعه. فهو شافني اكتر من ماتش، يعني شافني ماتشين في روسيا هناك عندهم وماتشين عندنا في مصر، غير الماتشات اللي احنا بنلعبها مع نفس المجموعه، كان معانا امريكا وفنلندا. فهو شافني يعني درسك تمام في كل حاجه. بعد فعلا ما خلصت اول دور في الدوري العالمي، كان جالي الايجنت بتاعي كلمني يا تركي، قال لي ده الدوري ده في الدوري الروسي، نادي دينامو انتر عايزينك، المدرب بتاعهم اللي هو مساعد المدرب الايطالي منتخب روسيا عايزك تلعب معاه. طب يا كابتن، وقتها في النادي الاهلي عرضت ازاي الموضوع على اداره النادي الاهلي؟ انا كان عادي خلصان طبعا، كان ساعتها كابتن ابراهيم فخر الدين هو كان ماسك الجهاز. والله قلت له يا كابتن دلوقتي عندي عرض في الحته الفلانيه، راي حضرتك ايه؟ قال لي طبعا اتمنى لك كل خير وربنا يكرمك، ودي حاجه كويسه، ودوري طبعا دوري الروسي دوري كبير، وطبعا انا اتمنى لك التوفيق وربنا معاك. يعني النادي الاهلي ما وقفش في طريقك خالص، حتى المره الثانيه كنت انا ماضي، كنت ماضي عقود في النادي الاهلي، كان لسه فاضل لي سنتين. لما رحت تركيا بعد روسيا رجعت على الاهلي قعدت موسم، وبعد كده سافرت تاني، كنت ماضي 3 سنين في الاهلي. وجالك العرض؟ جالي عرض في تركيا، جبت لهم العقد رسمي، وقلت لهم النادي اللي بيلعب هيلعب السنه دي بطوله اوروبا، كاس اوروبا، ومتصنف من الدوري التركي الاول او الثاني. فانا شايف ان فرصه ليا بالنسبه لي هتنفعني للمستقبل يعني، وده كله طبعا للنادي الاهلي في الاول وفي الاخر، هيبقى النادي الاهلي. اذا النادي الاهلي كان ما وقفش في طريقك، بس حضرتك كنت ماضي سنتين، كان لسه فاضل سنتين في عقدي. اول لما لقوا الرغبه ليا اللي انا عايز احترف بره، فرصه ليك كويسه، فرصه ليا كبيره وهستفاد منها وهتيجي بعد كده تفيد النادي، لا طبعا ما تاخروش فيها خالص بصراحه. في وقتها اخذت الموافقه.